في العهد الجديد في مصر، المحبوس يحاكم السايب. أهلا بكم، نحن معكم على مدى ساعتين نعرض لأهم ما يشغل بال المصريين في مصر الليلة، وهذه أبرز ملفاته. جميل عمي، انت عارف انا فهم، انا رئيس محكمة جنايات مصر. ظهور جديد من القصر إلى القفص الزجاجي، فصل آخر في محاكمة الرئيس مرسي في قضية وادي النطرون. محاكمة مرسي، هل هي محاكمة لأول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير، أم محاكمة للثورة نفسها؟ إنها جمعة الغضب، اليوم الفاصل في الثورة المصرية. من فتح السجون ولماذا انسحبت الشرطة؟ أسئلة تفرض نفسها في الذكرى الثالثة. ضرب وسحل وسجن وقتل بنات مصر، هل هانت على رجالها؟ اهلا بكم، يشاركنا تقديم مصر الليله الزميلان سيد توكل ومعه اخر الانباء. سيد اهلا بك. اهلا بك. ومعنا ايضا الزميل عمرو حسن ليعرض اخر مشاركات مشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي. اهلا بك. اهلا زميل. لكن نبدا بموجز لاهم واخر الانباء من سيد توكل. سيد، شكرا زين. مشاهدينا، هذا عرض لاهم واخر الاخبار. أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المنتخب محمد مرسي وآخرين في قضية اقتحام السجون لجلسة 22 من فبراير. وقد ثار جدل في بداية الجلسة لرفض فريق الدفاع إيداع مرسي ومن معه في قفص زجاجي، مؤكدين عدم قانونية الإجراء، فيما رفض مرسي الاعتراف بهيئة المحكمة. ثم أدار مرسي وباقي المتهمين ظهورهم لهيئة المحكمة وهتفوا بسقوط حكم العسكر. وقالت مصادر للجزيرة إن مرسي وكل محمد سليم العوال الدفع بعدم اختصاص المحكمة وليس للدفاع عنه. هذا وخرجت مظاهرات في القاهرة وعدة محافظات تزامنا مع بدء محاكمة مرسي للتنديد بها، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش لتفريق مظاهرة أمام دار القضاء العالي. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للانقلاب ونددوا بمحاكمة مرسي. كما خرجت مظاهرة بمنطقة السيوف بالإسكندرية رفضا للانقلاب العسكري، وردد المتظاهرون هتافات تندد بمحاكمة الرئيس مرسي. طلب المتظاهرون بإعادة الشرعية وبمحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري. قالت حركة شباب السادس من إبريل إنها لن تدعم ترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية. وأكدت الحركة في بيان لها أنها لن تدعم أي شخصية ذات خلفية عسكرية، لأن الشعب خرج في ثورة يناير ليطالب بدولة مدنية ديمقراطية، فيما طالب خالد المصري عضو المكتب السياسي للحركة المؤسسة العسكرية طالبها بالحفاظ على وعودها بعدم التدخل في الصراع السياسي بأي شكل للحفاظ على الجيش والأمن القومي. أيضا قتل اللواء محمد سعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية. وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن مسلحين كانا يستقلان دراجة نارية، وأنهما أطلقا النار على اللواء سعيد لدى مغادرته منزله في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة. وأضافت أنه يجري تكثيف الجهود من أجل ضبط الجناه. يأتي هذا فيما أمر المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة بالتحفظ على السائق الذي كان يقود سيارة القتيل. أصدرت نقابة الأطباء بالدقهلية بيانا حذرت فيه جميع الأطباء من انتشار فيروس H1N1 والمعروف بالأنفلونزا الموسمية. أضاف بيان للنقابة أنه تم التأكد من وجود عدوى فيروسية، مطالبا باتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى والحذر الكامل في التعامل مع الحالات المشتبه بها. مشاهدينا، كان هذا عرض لأهم وآخر الأخبار. عودة للزميل زين العابدين لاستكمال باقي فقرات مصر الليلة. إليك زينة. شكرا لك سيد، وفي انتظار مزيد من الأخبار على رأس الساعة نتحول الآن إلى الزميل عمرو حسن لنعرف
ويعرف مشاهدونا كيف يمكن التواصل مع البرنامج وكيف يمكن الإدلاء بأرائهم في القضايا المطروحة في البرنامج. عمرو، بالفعل زين يعني، ولكن لدينا بشرة سارة في البداية، وهي أنه تم إنشاء بالفعل صفحتي الفيسبوك وتويتر الخاصتين بمصر الليلة، فعوضا على هاشتاج مصر الليلة يمكنكم الآن زيارة موقعنا على فيسبوك www.facebook.com/مصر الليلة. مصر الليلة لابد للتنويه أنه في أقل من 24 ساعة حققنا ما يزيد عن 20,000 متابع على موقع مصر الليلة على فيسبوك، أيضا على موقع تويتر ذات الحساب @مصر الليلة MISRLILA مصر الليلة، يمكنكم متابعتنا أيضا على هذا الموقع. بالتأكيد هاشتاج مصر الليلة معنا، وهاشتاجات متواصلة مرتبطة بكل ملف على حدة. يا زين شكرا جزيلا يا عمرو. إذن إلى موضوعنا الرئيسي. مشهد صباحي صاخب، سلطة مرتبكة تعلن إذاعة المحاكمة على الهواء مباشرة، ثم تكتفي ببث لقطات قصيرة مقتطعة بواسطة أجهزة سيادية، تخشى من مجرد سماع الشعب لصوت خصومها السياسيين ولو من وراء زجاج. قاض متحفز يقدم حلقة جديدة من السقطات اللغوية الفاضحة، يقدم نفسه منفعلا أنا رئيس محكمة جنايات مصر، ويعقب على متهم بقوله ده استهبال. متهمون يقبعون في قفص له أسوار بعضها من فوق بعض حديد وزجاج، لا يأبهون لإجراءات المحاكمة بل يعطونها ظهورهم ولا يكفون عن الهتاف يسقط حكم العسكر. ورئيس المنتخب يقف داخل القفص يحاكم ويحاكم. عضو نيابة يتلو أسماء عشرات المتهمين وينسب إليهم وقائع يراها كثيرون أقرب إلى الخيال غير العلمي. الثامن والعشرون من يناير، يوم مفصلي في عمر الثورة المصرية، تم اختياره قدرا أو عمدا لمحاكمة أول رئيس ديمقراطي بعدها. هنا في أكاديمية الشرطة حيث حكم سابقا مبارك، يحاكم مرسي وأكثر من 100 آخرون على تهم بالهروب من المعتقل قبل 3 أعوام. كل ذلك التأمين لمحاكمة الرجل ولا تأمين للسجون وقت أن تم فتحها على مصراعيه. بسم الله الرحمن الرحيم، فتحت الجلسة تماما كالمرة السابقة، بدلا من أن يجيب مرسي قاضيه قاضاه هو. أنت مين عمي؟ أنت عارف أنا فهم؟ أنا رئيس محكمة جنايات مصر. على عكس ما تم إعلانه مسبقا، تم قطع الصوت مرارا على الرئيس المعزول، وما تم إذاعته على التلفاز الرسمي مقاطع منتقات من المحاكمة، لكن ما تم تسريبه أن مرسي أكد مرارا على أنه ما يزال الرئيس الشرعي للبلاد، قائلا إنني أربأ بتوريط القضاء المصري النزيه في الانتقام السياسي مني. لكن ما حقيقة هروبه من سجنه يوم 28؟ أحدثك الآن وأحدث العالم، نحن لم نفر. إذا كان هناك في مصر مسؤول يريد أن يتصل بنا، نحن موجودون، أنا موجود، التليفون موجود، قولوا لنا على هذا المسؤول، لا نفر أبدا، نحن بخير ولا نفر. وفقا لهذه المكالمة فإن مرسي لم يغادر وادي النطرون حتى 30 من يناير. ليس ذلك فحسب، وإنما أعلن جهارا رفضه للفرار. التوقيت الزمني للمحاكمة مثير للاهتمام، فإذا تجاوزت كونه اليوم الأبرز في تاريخ الثورة فإنه يأتي متزامنا مع ترشيح السيسي بعد أن أصبح مشيرا للرئاسة، لتصل الرسالة على لسان الشعب بهذا الشكل. إذن يحكم مرسي وآخرون على هروب أعلنوا وقتها براءتهم منه، ويغيب عن القفص المسؤول عن تأمين السجون وباقي الهاربين الجنائيين، في مشهد ذو دلالة واضحة عن العدالة الانتقالية في مصر ما بعد 3 يوليو. إذن محكمة جنايات شمال القاهرة، ليس محكمة جنايات مصر، برئاسة المستشار شعبان الشامي، أجلت نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و 131 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعناصر من حماس وحزب الله اللبناني بقضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون لجلسة 22 من فبراير للاطلاع وفض الأحراز. حول تطورات هذه القضية يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر. أهلا بك سيادة المستشار. أهلا وسهلا بحضرتك. حكاية محكمة جنايات مصر، نبدأ بقى بالحكاية، في حاجة اسمها محكمة جنايات مصر؟
لا هو انا مشفق على شعبان الشامي من الجرأة الشديدة والجدية التي يتحدث بها الدكتور محمد مرسي. بلا شك ان هو اعصابه فلتت، ما تذكرش هو شغال فين بالظبط. سؤال، بسم الله الرحمن الرحيم قبل حتى ما يفتح الجلسة، يعني دي من اسماء الله الحسنى التي يفتح بها على بعض عباده، مش كل عباده يعلموا هذه الاسماء يعني، لكن شعبان بيه بيعرفها طبعا. فهو الراجل يعني ارتبك بشدة لما سمع دكتور محمد مرسي يكلمه بهذه الطريقة وهذا الحزم، فنسي ان ما فيش منصب اسمه رئيس محكمة جنايات مصر، يعني ده منصب مبتكر حديث. ويؤسفنا انه كلما تحدث قاضي على الملأ ظهرت فضائح جديدة. يعني طب ومسألة استهبال، يعني في قاضي يقول في محاكمة لرئيس جمهورية منتخب أو رئيس منتخب، يعني في قاضي يقول استهبال؟ يعني ده موجود في كود المحاكمات ولا كود القضاء؟ ممكن القاضي يستخدم مثل هذه الألفاظ؟ هو بالتأكيد يعني لما يكون القضاء بينتخبوا أحمد الزند رئيسا للنادي، فهذه العينات ستجدها منها أعداد كبيرة يعني التي تتحدث بهذه اللهجة على منصة عالية مثل منصة القضاء. لكن دي محكمة جنايات، يعني دي مش أي حد بيبقى في هذا المكان. آه طبعا، بس للأسف الشديد عم البلاء. لكن هل هذا مسموح به للقاضي؟ لا بالتأكيد مش مسموح، ولكن وتجاوز شديد من المحكمة في قدسية وجلالة المحاكمة في حد ذاتها كمجرد محاكمة، كفكرة محاكمة على الإطلاق. لكن خلينا نقول إن مصر أصلا طالما أنت مع الانقلاب فلا يوجد محاسبة بأي شكل من الأشكال طيب، ومهما عقوبة كان القاضي اللي التجاوز. يقول بسم الله الرحمن الرحيم دي ما فيهاش حاجة، عقوبة عند ربنا بقى. أيوه. لكن اللي يقول استهبال ده له عقوبة، يعني اللي يستخدم ألفاظ غير قانونية وغير وخارج القاموس اللغوي أصلا، يعني احنا ما ينفعش واحنا قاعدين على الهواء دلوقتي نقول استهبال للضيف، لو انا عندي ضيف في الاستوديو ما ينفعش اقول له استهبال، ده صحيح يعني ده صحيح. فما بالك بقاضي، ده له عقاب ولا ملوش عقاب؟ بالتأكيد المبادئ القضائية اللي احنا تعلمناها منذ اللحظات الأولى اللي شرفنا بالعمل في القضاء، ما كان هذا الأمر غير مسموح به، بل كنا احنا نأخذ على كثير من ضباط الشرطة ان هم يتحدثوا مع اي شخص تحت سطوتهم او تحت سلطانهم بهذه الطريقة المبتذلة. لكن للأسف الشديد هو القضاء حاليا يقوم بأسوأ مما يقوم به ضباط المباحث أو ضباط الشرطة في مصر. طيب، هذه مظاهرات حية ننوه عناية مشاهدينا، لأن هذه الذي يظهر على يمين الشاشة الآن أو على يسار الشاشة إن كنت جالسا أمامها، هذه مظاهرات حية من عين شمس. وبطبيعة الحال مشاهدينا سنوالي إذاعة كل ما يصل إلينا من فعاليات حية على الهواء مباشرة في مصر الليلة وكل برامج الجزيرة مباشر مصر. لكن سيادة المستشار وليد شرابي الرئيس مرسي خاطب هيئة المحكمة بكل احترام في النصف الثاني من الجلسة، وقال أوضح أنه الخائن خائف ويتدارى وراء القضاء، لا تضعوني معكم خصما أو خصما، أنا مصري ورئيس الجمهورية بصرف النظر عن أثر هذه الكلمات على القضاء. لكن كيف تقيم هذه الكلمات؟ هل هذه الكلمات يمكن أن ينظر لها القاضي في هذه القضية؟ الرئيس مرسي بيتعامل ليس فقط بوصفه رئيس جمهورية شرعي، ولكن بيتعامل بوصفه زعيم ثورة وزعيم أمة حقيقة، وبيتعامل بمنطق أنه شخص أصبح يصنع تاريخ لهذا البلد من نوع جديد ومن نوع آخر، يخرج به من حقبة استمرت لا أقول أكثر من 60 سنة، بل لعلها أكثر من 100 سنة. الدكتور محمد مرسي يعلم جيدا قيمة اختيار الشعب، يعلم جيدا قيمة الديمقراطية، يعلم جيدا قيمة الدماء التي ضحى بها الشعب من أجل الوصول إلى الخيار الديمقراطي. ولأجل ذلك الرئيس محمد مرسي يضع نفسه اليوم في نصابه الصحيح وفي موقعه الصحيح، ويتعامل من خلال هو ممثل الشعب الحقيقي، ويقول لكل أشكال الانقلاب سواء كان قضاء سواء كان جيش سواء كان، يضع كل واحد أيضا في نصابه طيب، الصحيح. القاضي بقى اللي بينظر القضية، هل ممكن أن يأخذ هذا أن يجعل لذلك أي اعتبار قانوني على أساس أن الرئيس مرسي رئيس شرعي منتخب وأنه حصل انقلاب عليه، ولا هو اللي بيحله من النيابة بيتصرف معاه وخلاص؟ لا يعني خلينا هم جابوا له واحد حطوه في القفص قالوا له ده اسمه المواطن محمد مرسي حكمه. خلينا نقول إن هذه الدائرة هي أحد الدوائر الستة التي شكلها نبيل صليب للتعامل مع القضايا الخاصة بالإخوان المسلمين، فهي دائرة منتقاة، دائرة مغايرة للمعايير الجنائية للعدالة الدولية، دائرة خارجة عن نطاق الإعلام العالمي لحقوق الإنسان فيما يخص استقلال القضاء،
كل هذه العوار شابه هذه الدائرة منذ بداية تشكيلها. فبلا شك أنه هو منذ البداية وطبقا لكل المعايير الدولية هي دائرة خارجة عن نطاق الحيدة والعدالة دي والنزاهة. دي إحدى الدوائر اللي حضرتك قلت عليها قبل كده أنه هو اختير قضاتها بعدما قيل لهم أنكم ستحاكمون الإخوان ورحبوا ولم يعترضوا وقابلوا بذلك. بالعكس هم يعني عرضوا أنفسهم للقيام بهذه المحاكمات. طيب معنا أيضا حسين فاروق المحامي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية وادي النترول. أستاذ حسين أهلا وسهلا بك. إحنا الحقيقة اللي شفناه من المحاكمة مقتطفات لكن كانت قوية، يعني كان الرئيس يصيح في المحكمة ويقول من أنتم والمحكمة مرتبكة، لكن هل لو وصفت لنا المشهد كاملا بخلاف ما رأيناه عبر الشاشة؟ بداية عندما حضرنا الجلسة كان جميع المتهمين مودعون داخل قفص زجاجي، وهذا القفص يحول دون وصول صوت هيئة المحكمة أو الدفاع إلى المتهمين أو سماع صوت المتهمين أنفسهم. وكانت هذه الأقفاص المحاطة بالزجاج موصلة بدائرة كهربائية، وكانت معظم السماعات محاطة في سقف السقف سقف القفص الزجاجي، ويتم التحكم من خلال رئيس المحكمة عن طريق هذه الدائرة وأحد الفنيين، وبالتالي حيل ما بيننا وما بين سماع المتهمين. حتى طب دي أول مرة نرى متهما مصريا يقف في قفص زجاجي. دي أول مرة مش نرى في مصر، ده في ظل المحاكم العسكرية التي تم إجراءها في ظل حكم محمد حسني مبارك لم تكن هنالك أقفاص زجاجية نهائيا. طيب إيه حكم يعني هل القانون يسمح بذلك وما السبب الذي أعطى؟ هذا مخالف للقانون، هذا مخالف للقانون ومخالف لقانون الإجراءات الجنائية، لأن الأصل أنه لا يتم الفصل ما بين المتهم ومحاميه والمتهم وقاضيه، لأن إذا أراد الأصل أن المتهم على المحكمة أن تسمعه، وإذا كانت لديه أي طلبات أو لديه أي سؤال يود أن يسأله المحكمة فالمحكمة تسأله ويرد عليها. طب وما السبب؟ ما السبب الذي أعطي؟ أكيد أنتم اعترضتم على هذا القفص الزجاجي وسمعنا أن الرئيس اعترضنا على هذا الأمر أكثر من مرة وسمعنا أن الرئيس مرسي رفض دخول هذا القفص الزجاجي، لكن ماذا قيل لكم؟ قيل لنا اثبتوا طلباتكم في محضر الجلسة وإحنا هنرد عليها. يعني القانون في نص المادة 268 و69 و270 و271 من قانون الإجراءات الجنائية حذر على أن يحضر المتهم أمام قاضي وهو مكبر بالأصفاد. طيب. فيتعين على القاضي أن يأمر بفك الأصفاد أو القيود الحديدية الموجودة في يد المتهم، كما أن علنية الجلسات واجبة. العلنية يقصد بها حضور المتهم وحضور المواطنين الجلسة، لأن الحكم يصدر باسم الشعب وليس باسم القاضي أو باسم الدفاع. يعني أحد هؤلاء المواطنين اللي هو نجل الرئيس مرسي منع من دخول القاعة. في ناس كتير لم ينظر لها تصريح، وفي بعض صدر لهم تصريح، ولكن إحنا بنتكلم في جزئية محددة ألا وهي أن المتهمون جميعا الذين كانوا متواجدين داخل قفص الاتهام لم نسمع اصواتهم الا من خلال زر التحكم الموجود امام هيئه المحكمه، وهذا امر مخالف للقانون. حتى اعترضنا على هذا الامر امام المحكمه. طيب. المحكمه اصرت على هذا الامر. ما اهم ما قاله الرئيس مرسي؟ ما سمعناه فقط او الصحافه نشرت ان مرسي بدا حديثه بسم الله الرحمن الرحيم، انا اقدر كل تقدير هيئه المحكمه بعيدا عن المناصب والمسؤوليات، لكن ماذا قال بالتحديد؟ الرئيس قال في بدايته أو كان هو بفضل الله في صحة جيدة وفي كامل قوتهم، وأول حاجة بدأ بها للمحكمة أود أن أتوجه إليكم بالتحية بغض النظر عن المناصب أو المسؤوليات المنوطة إليكم، وأنا أكن كل تقدير واحترام للهيئة الموقرة، كما أنني اتفقت مع الدكتور سليم العوة أن يقدم للمحكمة عندما يرى أن المحكمة منعقدة بشكل صحيح أن يقدم لها شرحا مفصلا عن وضع رئيس الجمهورية وفقا للدستور. وقال كمان من ضمن ما قيل أنه يوم 3/7/2013 تم القبض عليه قصرا بمعرفة قائد الحرس الجمهوري بالطواطئ ومعاجير الدفاع قصرا، وقبض عليه في مكان مجهول. بالإضافة إلى أن رئيس نيابة مصر الجديدة ومستشار قاضي التحقيق وبعض الأعضاء من النيابة توجهوا إلى الرئيس محمد مرسي في محبسه وأرادوا أن يجري تحقيقا معه، فرفض وقال لهم أنتم لستم محكمتي أو قضاتي، وأنا أرضى بكم أن تكونوا مع
يكون خصما له لانه مصري وانه يكون للاحترام كل تقدير واحترام. بالاضافه الى ان السيد الرئيس قرر للهيئه الموقره رجاء مع احترامي وتقديري لكم فانا اقدركم اي يقدر الهيئه الموقره التي كانت تنظر الدعوه اليوم. وقال لهم انه يجب ان يعمل بالمثل لانه يحب ان يتواصل مع المحكمه، كون ان الصوت يمتنع عنه لا يحمل الا امر من اثنين، اما انكم خايفين مني او خايفين عليا. وهذا الامر المحكمه قررت له ان احنا خايفين عليك، انا في حوزه المحكمه ولا اخشى احد. ويجب ان ولا يكفي ان يكون القاضي عادلا بل يجب ان يكون ان اكون مطمئن للمحكمه. وانا غير مطمئن للمحكمه. هو يعني قال 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 انه غير مطمئن ولا مطمئن للمحكمه؟ لا لا يكفي ان يكون القاضي عادلا بل يجب ان اكون مطمئنا للمحكمه. الرئيس محمد مرسي قال طلب قال انا لازم اكون مطمئن للمحكمه وانا غير مطمئن. هذا كلام السيد الرئيس. طيب تمام، ارجو ان تبقى معنا استاذ حسين فاروق، ارجو ان تبقى معنا ايضا. لدينا مشاركات من مشاهدينا حول هذا الموضوع من مواقع التواصل الاجتماعي، واتوجه الى الزميل عمرو حسن. عمرو ماذا لديك؟ يمكن زين يعني تحديدا النقاط الاجرائيه دي تناولها الكثير من النشطاء عبر مواقع الانترنت بالحوارات، لكن تحديدا كانت النقطه الابرز هي رمزيه اليوم والحدث، يعني انه اليوم هو 28 من يناير والذي ايضا نشاهد فيه اول رئيس منتخب ديمقراطيا خلف قفص زجاجي، بمعنى ان صوت الثوره ان جاز التعبير على لسان مرتدي الانترنت هو نفس اليوم الذي اتهم فيه الرئيس مرسي بالهروب من سجن وادي النعم. تحديدا ولذلك جاء عبر موقع فيسبوك مثلا فرج عباس يقول محاكمه للثوره في ذكرى الثوره، هذا ما قاله فرج عباس. اما ما قاله عمرو علي فهي محاكمة للثورة طبعا، بدليل أنهم اختاروا يوم 28 من يناير جمعة الغضب، بمعنى نفخ ثورة 25 يناير على حد تعبيره، وفي ذلك يقصد رمزية اختيار يوم 28 من يناير تحديدا بالنسبة لفئة مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي من الشباب. أما مدحت رضوان فقال أن الأيام تمر والحقائق تنكشف تباعا لكل صاحب عقل، ومهزلة اليوم أكبر دليل أنها محكمة لثورة يناير بالتأكيد على حد تعبيره. أما على تويتر زين فجاءنا من يوسف كمال أنها محاكمة للثورة بكل المقاييس، هذا ما قاله يوسف كمال. أما ما قاله محمد العراقي أنها محاكمة لكل دول الربيع العربي، مع احترامي لتونس الشقيقة بالتأكيد كانت هناك مفارقة تاريخية ما بين المسار الديمقراطي في تونس وما بين ما يجري في مصر. أما ما قاله ابن الصحراء فأن الشرفاء في السجون والمجرمين يحكمون، هذا بالتأكيد على حد تعبيره زين. شكرا جزيلا لك عمرو، سنعود إليك في ثنايا الحوار. إذن هذا ما قاله مشاهدون ومشتركون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاكمة للثورة في ذكرى الثورة. نعلم جميعا أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية كان قد قال إنه لا توجد أي مستندات على قاعدة البيانات تشير إلى وجود اسم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بين نزلاء سجن وادي النطرون خلال أحداث الثورة. وأضاف في حواره مع برنامج ممكن على قناة سي بي سي، سألت مساعد السجون هل اسم الدكتور مرسي موجود عندك على قاعدة البيانات؟ قال لي لا والله الاسم مش موجود، وما عندناش في الوقت الحالي ورقة تقول أنه كان موجود في السجن. وعندما سأل الوزير عن سبب اختفاء اسم الرئيس مرسي من الكشوف رغم وجود أسماء جميع السجناء الآخرين الذين دخلوا معه في نفس اليوم، قال اللي أؤكده لحضرتك أنه حاليا ما فيش أي ورقة تؤكد أن السيد الرئيس محمد مرسي كان موجودا في سجن وادي النطرون، متسائلا أنا لو عندي حاجة هخبيها ليه. ده اللي قاله وزير الداخلية في هذا الموضوع. نشوف الوزير قال إيه ونكمل الحوار. ليه قالوا أن وزارة الداخلية لما بعتت قوائم المسجونين ليلة 29 ما كانش فيها اسم الدكتور محمد مرسي؟ لان فعلا ما فيش في كافه، انا كنت مساعد السجون. نعم تمام. ولما الدوشه دي حصلت والكلام ده انا سالت مساعد السجون يا ابني انت اوعى يكون عندك حق وبتاع دوت ومدرج عندك، اصل كل السي في بتاع او كل المدرجين دول على في الكمبيوتر. نعم في قاعده البيانات اللي موجوده. قال لي لا والله ما الاسم مش موجود، مش ما عندناش في توقيتنا الحالي اي شيء يقول انه سياده الرئيس كان موجود في السجن الفلاني الفلاني. يعني احنا كلنا شفنا ان الرئيس كان موجود وتحدث للجزيره وقال انه لا يفر، لكن وزير الداخليه بيقول ليس لدينا مستندات تؤكد دخول مرسي سجن وادي النطرون.
أعود إلى ضيوفي في ضيفي في الاستوديو المستشار وليد شرابي. أمال هو الرئيس مرسي بيتحكم على إيه؟ خلينا حضرتك بس نقول إن في مفارقة غريبة جدا من منع نجل الدكتور محمد مرسي من الحضور اليوم لجلسة المحاكمة، في حين أن يحضر نجل هشام بركات محمد هشام بركات باعتباره ممثل في الادعاء جلسة المحاكمة. هو كان أحد الحضور اليوم، وطبعا كويس إن احنا نعرف الرأي العام بشكله. هو كان أحد الحضور اليوم في جلسة اليوم، وكان بالنسبة للي بينظر على الشاشة هو القاعد في المقعد الخلفي على اليمين في منصة الادعاء. طبعا هو ليس لم يكن طرف في هذه التحقيقات، ولكن من الغريب أن يرسل النائب العام ابنه لحضور هذه المحاكمة ومشاهدة ما يحدث داخلها. طبعا الرئيس محمد مرسي لا يحاكم على شيء، ولكن الذي يحاكم اليوم في حقيقة الواقع هي ثورة 25 يناير بكل ما تحمله من رموز، وعلى رأسها أول رئيس شرعي منتخب في مصر. فهو حساب لخيار الشعب، حساب لثورة الشعب، كره بغيض لثورة 25 يناير من كافة الإنقلابيين، سواء كان داخل القضاء أو في السلطة العسكرية أو في الشرطة أو ما إلى ذلك من السلطات الدولة. لكن هو إيه عقاب أنه، لأنه مش الرئيس مرسي اللي هرب من سجن، أو مش هرب، أنا ما أعرفش هرب ولا ما هربش، هو قال أنه ما هربش ونحن لا نفر، وكلم الجزيرة وبلغ على الهواء المسؤولين أنا موجود في المكان الفلاني، تعالوا تصرفوا احمونا. لكن كان فيه بالفعل فتح للسجون يعني، وكان فيه وقتل اللواء البطران في سجن وادي النطرون، وكان انا شفت بعين المساجين ماشيين على طريق الصحراوي. صحيح. وشفنا كليبات لضباط في الجيش بيفتحوا السجون، شفنا ضباط شرطه بيقولوا للمساجين مبروك يا رجاله. صحيح. ايه التهمه بقى في هذه الحاله يعني؟ هي فكره فتح السجون هي كانت احد مخططات نظام مبارك في حاله اصرار الشعب على ثورته، ان هو ينشر ويبث الفوضى في البلاد حتى يكره الشعب الثورة ويظن أنها أتت عليه بالخراب وأتت عليه بفتح المساجين للسجون للمجرمين وما إلى ذلك. في حقيقة الواقع طبعا الرئيس محمد مرسي لم يكن معتقلا بشكل طبيعي، كان مخطوف كما هو الحال الآن خطفا قسريا دون سند من واقع ودون سند من قانون. علشان كده محمد إبراهيم في هذا التسجيل اللي حضرتك بثيته من شوية بيقول بشكل واضح جدا أن الرئيس محمد مرسي لا يوجد لديه أي أوراق أو ما يفيد أنه محبوس أو مقيد الحرية في ذلك السجن. إذن كان اختطاف بدون وجه حق، وسلطة غير شرعية هي التي زجت به في هذا الاتهام عقابا لثورة 25 يناير وليس عقابا لشخص الدكتور محمد مرسي. طيب أستاذ حسين فاروق عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية وادي النطرون، النيابة والصحف نشرت أيضا مخططات من حماس وحزب الله لفتح السجون واسترداد مساجينهم في السجون المصرية، وحصل بالفعل في مساجين من حماس ومن حزب الله فروا من السجون وذهبوا إلى فلسطين وذهبوا إلى لبنان. ما هي ملاحظاتكم على ما قالته النيابة في هذا الشأن؟ والله بالنسبة لهذه الملاحظات إذا كان في أيوة سامعينك يا فندم اتفضل. بالنسبة للملاحظات على هذه الأمور فهذا هو تقصير من جانب جهاز الأمن الوطني وجهاز مباحث أمن الدولة والمخابرات العامة، لأنها هي كانت المسؤولة عن إدارة البلاد في هذه الفترة. المخابرات العامة والجيش وقيادة الجيش والمجلس العسكري هم المسؤولين عن هذه الدولة. وأكد هذا الكلام الدكتور محمد البلتاجي في كلمته التي قالها أمام المحكمة، قال إن وجه كلامه للنيابة العامة إن اللي حصل من الادعاء هذا يمثل إهانة لثورة 25 يناير. ليه؟ لأن في أمر الإحالة قالت إن مصر كانت تحت احتلال من خلال حزب الله وحركة حماس والحرس الثوري الإيراني، فأين كانت القوات المسلحة في ذلك الوقت؟ أين كانت المخابرات؟ أين كانت جهاز أمن الدولة بكل قوات وسلطان؟ فإذا كان هنالك من يحاسب فيحاسب جهاز المخابرات المصرية على هذا التقصير. يحاسب الجيش المجلس العسكري على تقصيرهم، ازاي سمحوا لافراد من طيب من يعني هفترض انه حصل بالفعل انه خرج مسجون من السجن وهرب لما وجد هرجا ومرجا، وهذا المسجون لم يكن عليه احكام، لم يكن يقضي احكام، كان معتقلا وحتى ملوش اسم في في في, في السجن، ده عقوبته ايه؟ ده يعني الفتره اللي محبوسها الرئيس مرسي لحد دلوقتي جاوزت 7 اشهر،
يعني ده عقاب لمثل هذا النوع من الجنح او الجرائم؟ ليس عقاب، لانه لا يوجد نص في القانون. اذا كان الشخص مخطوف وموضع قسرا فهذه جريمه يعاقب عليها النظام. دي جريمه. انا النهارده ايه التهمه الموجهه الي؟ ان انا لو انا معتقل على الاقل يكون في قرار بالاعتقال، لو انا محبوس على ذمه قضيه يكون في امر بالحبس صادر، حبس احتياطي صادر من النيابه العامه او من قاضي التحقيق، فانا على ذمه محبوس على ذمه قضيه الى ان يتم الفصل فيها. اما كوني ان انا مخطوف او محتجز بدون اي وجه حق فهذا يمثل جريمه في حق من قام بالقبض على هذا الشخص وحبسه دون وجه حق. هل اتيحت لكم هل اتيحت لكم فرصة الجلوس مع المتهمين ومع الرئيس مرسي خلال محاكمة اليوم؟ سيد الفاضل، كما قررت لحضرتك ان القفص الحديدي محاط بالزجاج واجهزه مانعه للصوت، كاتم للصوت، خارج القفص لا يستطيع ان يسمع من بداخل القفص ولا المتهمين داخل القفص يستطيعون سماع الدفاع الا من خلال الدائره الكهربائيه الموجوده والتي تحت يد رئيس المحكمه او الفني الخاص بتجهيز القاع. فلم تتاح لنا فرصه الالتقاء بالمتهمين او بالدكتور محمد مرسي الا من خلال الاستاذ محمد كامل منظور وبعض الاساتذه. ثلاث محامين التقوا بالدكتور محمد مرسي بعد ان اذنت لهم المحكمه بذلك. طيب سيادة المستشار وليد شرابي، تفسيرك ايه لانه ملف القضيه هذه ملف لا يشمل اي قرار اعتقال او اسم للرئيس مرسي في السجون في وادي نطرون في يوم 28 يناير، في حين ان كل الموجودين معه في هذه القضيه كان لهم اسامي، كان اسمائهم موجوده على الكمبيوتر زي ما قال وزير الداخليه. طيب خلينا حضرتك نقول ان الغرض الرئيسي من الزج بالرئيس محمد مرسي في هذه القضيه هو احداث نوع من العقاب لثوره 25 يناير. رئيس محمد مرسي بما يحمله من رمز كأول رئيس شرعي منتخب بعد ثورة 25 يناير، في الواقع محاكمته تعني محاكمة لهذه الثورة. وجود بعض الشخصيات التي فرض، خلينا نقول لحضرتك أن لو مصر كان فيها في هذا التوقيت ما يقرب من 50,000 معتقل على مستوى السجون، فتقريبا السجون كلها كانت خاوية في هذا اليوم، ولا يعاقب من كل هؤلاء إلا الدكتور محمد مرسي وبعض أو يحاكم إلا الدكتور محمد مرسي وبعض الأسماء الأخرى، حتى البعض منها خارج مصر والبعض منها كان وما زال معتقلا في السجون الإسرائيلية. هذه العبثية في الإجراءات والعبثية في المحاكمات توحي بأن بالفعل الغرض هو الانتقام وتشويه ثورة 25 يناير. هو كان مخطط أمني كبير لإدخال البلاد في حالة من الفوضى، فتحت السجون في مصر كلها في توقيت واحد وبناء على تعليمات محددة حتى تصدر فكرة تشويه الثورة للمصريين وعدم التفاعل معها، وكأن الثورة هي التي أتت إليهم بالخراب، وكأن الثورة هي التي أخرجت المسجلين جنائيا من السجون وأطلقت الهرج والمرج في شوارع مصر. طيب لدينا خبر عاجل على الشاشة الآن، يظهر متظاهرون من حركة أحرار يحرقون سيارتي شرطة على طريق المحور. متظاهرون من حركة أحرار حسب ما يقول هذا الخبر يحرقون سيارتي شرطة على طريق المحور. لكن أيضا سيادة المستشار، من العجيب مثلا أنه المتهم في هذه القضية الدكتور محمد البلتاجي وهو لم يكن في السجن وقتها. الدكتور محمد البلتاجي أظن يعني هو يزج باسمه في كل قضية جنائية الآن تخرج من مصر. دكتور محمد البلتاجي مستهدف بشخصه في كل التلفيقات الجنائية التي يتعرض لها الآن. دكتور محمد البلتاجي بما يحمله من رمز لثورة 25 يناير، بما يحمله من إخلاص لهذه الثورة، حتى أن البعض عندما أخذ على طيار الإخوان المسلمين أنه ابتعد عن الثورة في وقت من الأوقات، لم يسجل على الدكتور محمد البلتاجي أنه ابتعد عن الثورة في أي لحظة من اللحظات، بل كان هو الوجه المألوف لشباب الثورة من بين الإخوان المسلمين في حالة الاحتقان السياسي التي نشأت بين جماعة الإخوان المسلمين وبين شباب ثورة 25 يناير. لذلك رمزية الدكتور محمد البلتاجي تجعل اسمه يزج افتراء عليه في كل قضية يمكن الزج باسمه فيها. شكرا جزيلا لك المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاء من أجل مصر، شكرا جزيلا. وأشكر ضيفي أيضا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ حسين فاروق عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية وادي النطرون. وعرضنا في مصر الليلة متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. محاكمة مرسي، هل هي محاكمة لأول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير أم محاكمة للثورة نفسها؟